الأطراف والبعض مشغول بينهم على الأطراف. أنا برأيي الأطراف لازم يكون مشغول بينها على الوسط، على قلب لبنان، لأنه هون أنتوا قد ما الدولة نسيتكم وتركتكم هي تركة كل لبنان، وقد ما يكون في حرمان صايمكم بعدكم بصفاء ذهني وبفكر لبناني طيب وحقيقي، وبعدكم بتمدونا بالقوة وبالعافية وبالمعنوية. صمودكم هون هو صمود لقلنا كلنا سوا بلبنان. الله يخليكم بهالهمة وبهالإيمان بلبنان. نحن اليوم هيدي يمكن سابع كلمة حكينا كتير اشياء، وفي كتير اشياء بعد بتنحكى وما بينمل من الحكي معكم، ومشاكلنا كتيرة ومواضيعنا كتيرة. إذا بدنا نجمعها أو نفرقها، أنا ما بدي أشكي قدامكم، لأنه أنا مفترض في اليوم أحكيكم بأمل، مش لأني عم بصطنعه، لأنه أنا على طول متأمل بالشعب اللبناني وبقدراته وبطاقاته، يلي ما كان ممكن ولا شعب أو بلد بالعالم يصمد قدام كل شيء مرقنا فيه نحن من 150 سنة، مش من الحرب اللبنانية. نحن شعب تهجر واندبح وتجوع، ولازم نعرف سنة 2015 انه نحن عم نعيش ذكرى 100 سنة على حرب إبادة طالت اللبنانيين مش بس الأرمن، بالمجاعة يلي صابت لبنان سنة 1915. هيدي الذكرى لازم نعيشها كل سنة، لأنه هاي الذكرى بستة شباط هي أول شيء بتعملنا قضية. نحن شعب عنده قضية، هيدي بتعملنا وحدة القضية، تحيلنا ذاكرتنا وتاريخنا، بتعملنا وحدة شعبنا. الشعب يلي ما عنده ذكرى وما عنده قضية معرض أنه يتقسم، معرض أنه بلده يتفتت ويتجزأ. مشان هيك نحن بهالسنة لازم نعرف نحن شو مرقنا فيه، مش تنطال حدا ولا لا تننبش قبور ولا تننبش أحقاد، بس الشعب يلي ما بيعرف وما عنده ذكرى وتاريخ ما عنده قضية. نحن بدنا نعرف، نحن بدنا نتذكر، تبعدينا نسامح، وتبس يعترفوا بشو صابونا بهيدا البلد وبشو بعدهم عم بيصابونا نقدر نسامح. واللي عم بيصابونا كتار من هالمنطقة، من براتها، من الشرق ومن الغرب، قوتنا ان نحن صامدين بمؤامرات جيتنا من الشرق ومن الغرب، وحفظنا عطول بلدنا بال 1860 و40 و95 وبال 2015 بكل الحروب اللي اشتعلها لبنان، حفظنا بلدنا بالاختراب يلي وازن يلي ترك لبنان تقدر نحن نبقى. هل ممكن نحن اليوم نصدق انه هيدا الاختراب اللبناني عم نحرمه من جنسيته، من لبنانيته، من هويته، تنعطيها لناس مش لبنانيين؟ قد ما كانوا عزيزين علينا، قد ما كنا منحبهم، وقد ما كانوا جيران، وقد ما قلنا نحن وياهم شعب واحد، السوري والفلسطيني لا يستبدل اللبناني، اللبناني بالأول. لبنانيتنا هيدا الشيء اللي بدنا نتطرف فيه. ممنوع نتطرف بالدين، ممنوع نتطرف بالمذهب، لأنه هيدا غلط. وقد ما دفعنا عن حقوق مسيحيين أو غير مسيحيين، نحن أول شيء منضل لبنانيين. نحن عم ندافع عن مسيحيتنا لأنه بدنا أول شيء لبنانيتنا، ولبنانيتنا فوق مسيحيتنا، لأنه مسيحيتنا منلاقيها في محل تاني. أنا عم بقلكم مسيحيتنا منلاقيها بكتير بلدان بالعالم، بس لبنانيتنا ما منلاقيها إلا بلبنان، وبدعيكم أن نتطرف بلبنانيتنا. نحن متطرفين للبنان، نحن متطرفين لنبني دولة بلبنان، نحن متطرفين تنحارب الفساد يلي عم بيهدم لنا دولتنا وعم بيمد ايده على جيبنا وعم بيهجر لنا شبابنا.
بس احنا ما فينا نتطرف ضد بعضنا البعض كلبنانيين. مشان هيك لانه لبنانيتنا اول شيء ما قلنا حق نحرم لبنانيين اصيلين اصيلين اكثر منا لبنانيين هودي هودي بقيوا برا تنحنا نبقى نبقى جوا. ما فينا نحرمهم من جنسيتهم ونسهل الجنسيه ل 250 الف واحد نعطيهم اياها دفعه واحده سنه ال 95. واليوم شو عم نعمل؟ اليوم عم نسهل بقاء السوريين والفلسطينيين بلبنان. نحن انا عم ببهكم وانا مسؤول عن كلامي. انا من 4 سنين حكيت عن النزوح السوري وخطروا على لبنان، مش لانه ما بحب السوريين، لاني بحب السوريين بدي اياهم يبقوا بسوريا، ولاني بحب اللبنانيين بدي اللبنانيين يبقوا بلبنان. نحن اليوم بعد 4 سنين بقول لكم نحن معرضين لموجة هجرة لبنانية جديدة إذا الحكومة اللبنانية ما طبقت سياسة الحكومة بالنزوح السوري وأوقفت بالكامل النزوح السوري إلى لبنان وبدأت بنزع بطاقة النزوح عن السوريين المش مستحقين لها. وثلاثة بلشت بإعادة السوريين إلى بلادهم بالأماكن الآمنة بشرف بكرامة بعزة نفس. إنما ما ممكن واحد سوري معه إجازة عمل وعم بيشتغل وبذات الوقت معه بطاقة نزوح وعم بيقبض على السكن وعلى الغذاء وعلى الصحة وعلى الشؤون الاجتماعية، واللبناني ما بياخد لا على الغذاء ولا على السكن ولا على الصحة ولا على الشؤون الاجتماعية ولا على الكهرباء ولا على المي. السوري بياخد المي بلاش والكهرباء بلاش، واللبناني بيدفع فاتورة كهرباء وفاتورة موتور فاتورة مي وفاتورة ستار. هيدا أنا عم طالب لللبناني بالمساواة على أرضه بحقوقه على أرضه. نحن بهيدي القضية ما في إلا لبنانيتنا يلي بتحكي، لأنه كل اللبنانيين بكل مناطقهم وبكل طوائفهم معرضين، ولأنه نحن حريصين على أن ما نعيش إبادة جماعية تانية عشناها. وكل واحد منكم عنده رايبينه برا بالاختراق، هن عم بيخلونا نستمر. مثل ما أنا بكل ثقة بقلكم أنتو هون سياج الوطن، أنتو مسيجين لحدود لبنان، كل أطراف لبنان، هن برا سياج لبنان برا، وهن حاميننا برا، وهن رسالة لبنان حاملينا بقلبهم بفكرهم بنجاحهم. مشان هيك هالشهر عم نجمعهم تنشوف حالنا فيهم، وتهن يعرفوا انه لبنان عم يسأل عنهم. محل ما في سفارة نحن منروح لعندهم، محل ما في انصلية او بعثة. تخيلوا حالكم انتو هون ما عندكم لا مخفر درك ولا قايم مقام ولا محافظ ولا نايب ولا وزير. تخيلوا انكم هيك، هن هونيك متروكين هيك وبعدهم لبنانيين. نحنا ما فينا نتنكر لهم، ما فينا نتنكر للبنانيتنا لما منتخلى عن كل واحد منهم. هيدا الشيء اللي بخلينا نطرح على حالنا أسئلة كثيرة عن مسؤولياتنا.